رغم أنها تستهوي الكثير خلال شهر رمضان الفضيل، إلا أن مختلف أنواع الأسماك تشهد ارتفاعاً محسوساً في أسعارها خلال هذه الفترة، ارتفاع يجعلها في غير متناول الجميع. مرتفعة ماشي شوية يا أخي، نعم مرتفعة، اللي ما فيش لي الحوت الباجوم على باله بلي ماشي وقته اللي يدير 300,000. قلت ندير جورني للدار اليوم تما غير حوت، وجينا لابي شري هنايا، الواحد يصيب على حساب جيبه ويشري. الإقبال على اقتناء الأسماك خلال الأسبوع الأول من رمضان كان ضئيلا في نظر مهنيين، ليبقى غلاؤها راجع للندرة التي عرفتها المسمكات بسبب رداءة الأحوال الجوية مؤخرا. بالنسبة للأحوال الجوية عندنا السيمانة فاتت مبيطة، ما كانش قال الحوت وراهي قليلة بزاف، كان إقبال محتشم بارابور لزاني فاتي الوفرات السمك ماهيش كاينة. تسهيلات منحتها الدولة لتشجيع المستثمرين في مجال الصيد البحري، ما سيساهم في توفير المنتجات البحرية وتشجيع تربية المائيات، حلول من شأنها تخفيض الأسعار.